أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف السماح فورا لكافة البحرينيين الذين لديهم تراخيص صيد بحري والمعروفة ببحار غير متفرغ بممارسة الصيد وفقا للضوابط والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة بل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. سعادة الوكيل، بعد التحية، ما أهمية هذا القرار ومتى يدخل حيز التنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على ما أثير أخيرا بخصوص ترخيص بحار غير متفرغ. طبعا نفس ما تفضلت، أعلن سعادة الوزير وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني مؤخرا بالسماح لكافة البحرينيين الذين لديهم هذا النوع من الترخيص ممارسة الصيد وفقا للضوابط والأنظمة. طبعا هذا القرار جاء بعد عقد اجتماع تنسيقي جمعني مع قائد خفر السواحل سعادة اللواء ركن بحري علاء عبد الله سيادي، وهذه في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة وقيادة خفر السواحل. أيضا في هذا الاجتماع تم الاتفاق مع قيادة خفر السواحل على وضع آلية جديدة لإصدار هذا النوع من التراخيص وفقا لاشتراطات وضوابط معينة بما لا يخالف أحكام القانون ويحقق المصلحة العامة. طبعا أود الإشارة إلى أن هذا النوع من التراخيص يتم منحه للبحرينيين لممارسة الصيد البحري، نعم، يمنح وفق الاشتراطات وضوابط معينة، أهمها مساعدة الصيادين البحرينيين من كبار السن أو من لديهم ظروف تحتم عليهم أن يكون معهم أقاربهم على ظهر السفينة أثناء ممارسة الصيد البحري، بالإضافة إلى البحارة المحترفين حاملي الرخص الذين لديهم ليس لديهم عمالة أجنبية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع البحرينيين للدخول في مجال الصيد البحري، واللي يعتبر من القطاعات الحيوية المهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة للمساهمة في الأمن الغذائي الوطني واستدام مملكة البحرين في ضوء التوجيهات الكريمة من لدن سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالاهتمام للأمن الغذائي وتوجيهات الحكومة الموقرة. ولا يفوتني في هذا المقام لا أتقدم بشكل جزيل أيضا لقيادة خفر السواحل لتعاونها المستمر مع وكالة الزراعة والثروة البحرية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. نعم سعادة الوكيل، متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟ في الواقع دخل التنفيذ حيز التنفيذ من يوم أعلن سعادة الوزير، يعني من يومين من إعلان سعادة الوزير دخل هذا القرار تنفيذ، وسمح لجميع حاملي هذا النوع من الترخيص بممارسة العمل والدخول في البحر للصيد. نعم سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.